عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة وسبيسيال كما عودتكم من أوتو بلوس. سيغمون راكم تقولوا وش قاعدة نعمل هون. اون فات نستنى في انفيتي تخي سبيسيال باش يجرب معنا تيست درايف اليوم الكهرباء سبيسيال شفناها قبل في أوتو بلوس وعدكم باش نجربوها اللي هي لو زد إكس غران تايغر. اون اتوندون يوصل الانفيتي سيربريز نتاعنا خليكم تشوفوا وش عندنا في حلقة اليوم ونكمل التكنيك نتاعنا. في حلقة اليوم من أوتو بلوس تتفرجوا في لامينوت سي أبي اي لو كونسي اون اسيغونس كومار، تكتشفوا لا تروازيام جينيراسيون دو بورش كاين ولا نوفيل ماكلارين 720 اس سبايدر في نيوز. دورة مزيانة تعملوها مع محمد سيسي في لسي موتو مع لا بي ام دبليو اس 1000 ار 2017. وبالطبيعة من غير ما تفلتوا لو تيست درايف الجمعة هذه مع خولة سليماني اللي باش نجربوا فيه لو بيك اب زد اكس اوتو جران تايجر. مرحبا بكم، هذه أوتو بلوس. المرة هذه في حلقة أوتو بلوس وعلى امتداد شهر كامل باش نحكيو على انتين تخي بيان بريسي مع كبسول فالنتين واللي يهم الدهينة بصفة عامة بتبيع دهينة الكهرباء واللي تتم بطريقة علمية ومدروسة فضل المعدات والوسائل اللي توفرهم لفالنتين. اليوم باش نحكيو بأكثر تفاصيل وندخلو أكثر في الديتاي اللي يهمو مرحلة التحضير قبل الدهينة وهي مرحلة البريباراسيون دو سيرفاس. البريباراسيون دو سيرفاس مهم برشا ومهم للغاية باش تتبنى عليه الخدمة الكل. بار اكزومبل عندنا الماستيك اللي هو 1000.2 ان شاء الله باش نعملو بيها ابليكاسيون ونشوفوه على ذيك. فالنتين تقترح عليكم برودوي اللي هو ديغريسون انتي سيليكون 1402. برودوي مهم برشا باش ينظف لنا القطعة ينحينا البوسيير وان بليس ينقص لنا برشا من السيليكون. على ذيك الخدمة تاع ديغريسون احنا نأكدوا عليها وحاجة لازمة في كل خدمة وفي كل المراحل تاع الخدمة سواء تبدأ من الماستيك للابري وحتى ايش نوصل للدهن. كما شفتوا عمليه التحضير تسبق الدهينه واللي اسمع على جسمها لا بريباراسيون دو سيرفاس عمليه بسيطه لكنها دقيقه ماهيش معقده اما في نفس الوقت منظمه وعلى مراحل ديغريسون الماستيك ويجي بعده لابري واللي اذا طبقناهم كما يلزم نجمو نتحصلوا على ان اكسيلون ريزولتا. أوتو غران تايغر البان متاعنا سي بان أمريكان، طولها 1.90 متر من هوني لهوني عندنا 80 سنتي، عرضها 1.5 متر والبروفوندور متاعها يعني من هوني لهوني أبوبخي 0.5 متر. بيان سور عندنا دي رادار دو ركول وعندنا اون كاميرا انتغري في البواني. فوق البان عندنا ان رول بار اون اينوكس. سيغمون راكم تحبوا تشوفوا الانتيغيور متاع الكهرباء اما مش واحد المره هذه خاطر لانفيتي سبيسيال نتاعنا باش يكون معنا. مرحبا بك ايمن، اما قبل ما نبداو باش تعطيني هكا اللونات دقيقه برك تفضل لك حاجه تخي براتيك وما نصوريش موجوده في لي زوتر بيك اب اللي هي البورت لونيت. سي بيان. سي تري براتيك. تري براتيك. بعد ذكرني فيها. بيان سور باش نذكر. مرحبا بيك أيمن كنزاري اليوم معنا في التيست درايف في أوتو بلوس.
كرهبتنا اليوم لو زد اكس غراند تايجر. انت تبارك الله 15 ans d'expérience تسوق ديما في لي بيك اب فليح انت هكا ولا اي دونك استدعيناك اليوم انت اكثر واحد مؤهل ومخول باش تعطينا رايك في الابيتاكل نتاع الكهرباء وفي سوقنا زاد من بعد. اول حاجه تراها ما تلاحظوها الناس كل كي تطلع في كهرباء ما تجيبش تشريها ولا باش تسوقها بيان سور لي سياج اكزاكتومون لي سياج هوني لاحظوا اي سون سيميلي كوير سور بيكي بالروج اللي يعطينا ان كوتي شيك هكا الكهرباء سورتو مع لاكودوار اللي في الوسط مرتاحه انت ديجا تي بيان انستالي كولور نتاعها مارون اللي في رابيل زاد في البيبي. شنو تلاحظ هكا في الانتيريور نتاع زد اكس غراند تايجر؟ الديزاين نتاعها نحسه مودرن exactement نحسوا عنا ديزاين فيتوريست surtout في البلانش دو بور عنا ان غري في الوسط رابيل نتاعو زاد موجود في البيبان وفي الكونسول سنترال عنا ان اكران 7 بوص كبير ولا الاكران اي كبير دونك لافيشاج نتاعو باهي وحاجه تري امبورطانت اللي بيانتو باش يولي فيها جي بي اس انتغري في تونس اللي هو جي بي اس اكثر حاجه معناتها ناقصتنا تو سهل لك برشة ثنية وتعرف معناتها البلايس ما غير ما تقعد تسأل ولا تلوج ولا معناتها حاجة بيه جي بي اكزاكتومون تحت عنا ان بلوك دو كليماتيزاسيون في لي كوموند الكل وفوق هوني كي نلاحظو عنا ان بتي رانجمون ياسر براتيك لوطا عنا دو سورتي USB و اوكسيليير عنا اون بوات دو فيتيس مانوال 5 رابور وبحذايا هوني نلقاو دوبل بون فوالا سا دوبل بون الكتريك هوني أيمن عنا ان فولون فيه لي كوموند نتاع الراديو وكل سي ان فولون ريغلابل اون اوتور وعنا في التابلو دو بور لي فويون واضحين بالكدا سورتو افيك لا لوميير بلو اللي تساعد برشا سورتو في الليل. في البي عنا لي كوموند نتاع لي فيتر الكتريك لي 4 فيتر القدام والتالي والكوموند نتاع الريتروفيزور نلقاوها بجنب الفولون. بيان سور انت باش تسوق الكهرباء تجربها في الكيس وتعطينا رايك دونك باش نبدلوا البلايص ما قبل هذايا لازمني نشوف الكهرباء من تالي باش نحكي شويه على لابيتابيليتي والبارتي اريا. ايوا ذكرني بالله في اللونات هذيك النكسيبه راه كيش ننساها انا مانيش ننسى اللونات نتاعك انت ذكرتني في حاجه اخرى زيدا تري براتيك اللي هما لي رانجمون موجودين بارتو بخلاف البورت لونيت عنا دي رانجمون في الوسط عنا في البيبان زادا عنا دي بورت بوتاي القدام وعنا التيلي زادا دي رانجمون. نمشي للبارتي التيلانيه نشوف لابيتابيليتي نتاع الكهرباء والاسباس اريير ومن بعد نبدلو البلايص. الاسباس اريير نتاع نوتر زد اكس اوتو غراند تايجر كيما قاعدين نشوفو تري سباسيو بوزيسيون هوني نتاع لي جنو très confortable, les sièges arrière confortables, même si manège ouverture à l'ben ou à le coffre qui me le crée à blocherine, les sièges sont rabattables. On a des rangements qui m'appellent fil biben zeda ou on a fil les sièges arrière. Haka kamen à l'intérieur de la caraba, avant de nous mettre les sièges sur route, ma sadiqna Ayman, nous mettons ma badna, nous voyons le conseil en assurance comment on arrive. إذا كنت صاحب مؤسسة يلزمك تفكر في أحسن صيغة لتأمين سيارات الشركة متاعك عندك شي فكرة على عقد تأمين أسطول السيارات ولا لاسورانس فلوت أوتوموبيل؟ لو كونترا فلوت أوتوموبيل نقترحه على المؤسسات شركات ومعامل ومصانع على خاطر يمثل أحسن صيغة لتأمين أسطول سياراتهم. الامتيازات اللي يختص بها العقد هذا متعدة والنجم نلخصها في أولاً الحريف ما يضطرش باش يعمل برشا عقود فردية لتأمين سيارات المؤسسة متاعو لو كونترا فلوت أوتوموبيل يعوض مجموعة العقود اللازمة. ثانياً الفورمول هذه تسمح لصاحب المؤسسة باش يتبع كما يلزم وبسهولة مصاريف التأمين والتغطية الكاملة اللازمة لكل سيارات الأسطول متاعو. ثالثاً، لاسورانس فلوت أوتوموبيل تسمح لصاحب المؤسسة باش يقتصد في مصاريف تأمين سيارات الشركة عقد واحد يتكلف أقل من مجموعة عقود فردية لتأمين السيارات. رابعاً، العقد هذا يسهل على صاحب المؤسسة تأمين أصول السيارات اللي يتصرف فيهم. لاسيغور متاعو يمنحو أن كارني دوردر داسورانس يمكنو باش يزيد في كل وقت خلال سنة التأمين سيارات جديدة للأسطول ولا ينقص. خامساً، لو كونترا داسورانس فلوت أوتوموبيل يمكن صاحب المؤسسة من مرونة كبيرة في إدارة مصاريف التأمين
تغيير عدد السيارات اللي نجم يكون بالزيادة ولا بالنقصان ما ينجرش عليه تغيير في مصاريف التأمين حتى لنهاية سنة التأمين. وقتها الأسيغور يحسب قسط التأمين السنوي وينقص منه المبلغ المدفوع في بداية السنة. نتيجة العملية هذه تجم تكون مبلغ إضافي لتكملة البخيم داسيغانس ولا مبلغ يرجع الأسيغور لصاحب المؤسسة. هي الحلقة متاعنا والدورة متاعنا مازالت متواصلة أيضا. ما نمشيو مع بعضنا ومع الناس كل اللي قاعدة تتفرج فينا، نشوفوا واش عندنا في النيوز والاكتواليتي متاع الجمعة. أوكي. نهار 3 اللي فات شركة النقل أوتوموبيل عملت لو لونسمون تاع لا تروازيام جينيراسيون دو بورش كايان في الشوروم تاع حلق الواد. كهرباء ريفيزيتي وتعمل سانتيز بارفيت بين القوة والسبورتيفيتي والكونفور في الاستعمال اليومي بموتورها القوي تيربو كومبريسي. سا نوفيل بوات دو فيتيس تيبترونيك اس اوي رابور مع نظام جديد اللي فيها اللي يخص لو ريغلاج دو شاسي وغيرها من لي زينوفاسيون اللي خليوها تفرض نفسها كمرجع في الامور اللي تخص الكونفور والسبورتيفيتي. اليوم سي لا ترويزيام جينيراسيون كي اريف افيك لي نوفيل زينوفاسيون تكنولوجيك que connaît le monde de l'automobile. Et donc, effectivement, Liuma, le nouveau Cayenne arrive à, en premier temps dans trois versions essence, une version V6 essence, une version biturbo V6 et une version biturbo V8. Et ceci en attendant l'arrivée du premier véhicule hybride, full hybride, qui arrivera au premier trimestre 2019 et qui permettra d'offrir une panoplie, une large panoplie, une large gamme à notre clientèle Porsche, sachant que le Cayenne a été un élément de réussite de la marque Porsche en Tunisie, puisque la gamme SUV est très demandée, que ce soit, je dirais, la première génération ou la deuxième. Nous estimons que avec les nouvelles performances offertes par ce véhicule, les nouvelles spécificités, le nouveau design du véhicule, on est persuadé que cette success story va continuer. لا نوفيل بورش كايان نجمو نقولو عليها اللي هي ادابتي او تو تيغان. زوز موتورات في 6 بكونسيبسيون جديده يتم اقتراحهم في جينيراسيون جديده متاع الكايان. ان في 6 توربو دو 3.0 لتر دو سيلندري بقوه 340 زيله، وان في 6 بي توربو دو 2.9 لتر يخرج 440 شوفو مع فيتيس دو بوينت يوصل 265 كيلومتر في الساعة. افيك لو باك سبور كرونو ديسپونيبل اون اوبسيون، لو نوفو كايان اس يعمل من 0 ل 100 في اقل من 5 ثواني. الشاسي نتاع الكايان الجديد يترجم 3 كونسيبسيون مختلفين: شاسي دون فواتور دو سبور، شاسي دان فيكول تو تيران، اي شاسي دون برلين مع دي جون دو 19 بوص على الاقل مع دي جون دو 21 بوص اون اوبسيون. كهرباء فيها اكثر من اوبسيون دو بيرسوناليزاسيون، نلقاهم من الداخل يترجموا جينيراسيون ثالثة نتاع الكايان كايان اس اي كايان توربو اللي سومهم 525 مليون 640 مليون و 955 مليون. نكملوا مع النيوز في العالم. وعامين بعد البدايات بتاع الـ 720 اس نحت السقف متاعها. لو سبايدر خرجت افيك توا ريجيد ريتراكتابل اون فيبر دو كربون والا اون فيغ في الكادر نتاع البلان دانفستيسمون تراك 25. ماكلارين باش تخرج 18 كهربا جديده بين 2018 و 2025، هذاك علاش المصنع البريطاني ماشي في ريتم قوي نتاع لي بريزونطاسيون. لا 720 اس سبايدر نلقاو فيها انتوا ريجيد ريتراكتابل في 11 ثانيه يتحل ويتسكر مع ان بانو اون فيغ اللي نجم يتعدى من ترونسبارون للتنتي. لا 720 اس تحافظ على الميزان نتاعها، أسيك نلقاوها توزن 1332 كيلو، معناها أكثر ب 49 كيلو من الكوبي. الموتور نتاعها ان في 8 4.0 بي توربو قوته 720 زيل ويعمل من 0 ل 100 في 2.9 ثواني، و 7.9 ثواني كافين باش الكهرباء تعمل من 0 ل 200 كيلومتر في الساعة. مع فيتاس ماكسي يوصل 341 كيلومتر في الساعة. الديزاين نتاعها كيف وكيف الكوبي، بخلاف السقف نتاعها بيان سور نلقاو بار اكزومبل لي زونسومبل فار بريز دير و دي بوند دو فو. لو سبايدر في دي جونت انيديت ادي برانش مع الوان جديده في الكاروسري و كليماتيزاسيون اوتوماتيك بيزون متناسقه مع لي ريغلاج اون فونكسيون تاع البوزيسيون دو توا. لي كوموند تاع ماكلارين 720 اس سبايدر ديجا تحلو، لي ليفريزون يبداو في مارس 2019 و سوما في فرنسا 282 الف و 500.
نكملوا مع الجيمين، والمرة هذه مع جو سمباتيك تخليك تطلع في الكابين تدور الموتور وتشد الكياس تعمل البلان وتسافر بوحدة من أحلى الماشين اللي تصنعوا. المهم تاع الجيمر هي أنه يعمل كونترا ويكبر الريزو متاعه باش يربح الفلوس ويولي عنده اسم في الكوميونيتي لوكال. جو بازي أساساً على السياقة متاع لي كاميون بوالوغ، تعيش فيها تجربة وتعمل كاريير متاع عن شوفور دو بوالوغ، تحسن العلاقات مع لي كليون في كل كوموند اي سيغتو تعمل بيرسوناليزاسيون تاع الكاميون افيك دي بيس سوبليمونتير. واكثر من هكا تكتشف عالم كبير مفتوح ويتطور مع اللي يلعب مع دي بيزاج حلوين ودي فيل اكسبلورابل. تراك درايفر موجوده ابارتير من 6 ديسمبر اللي فات على اكس بوكس 1 بلاي ستيشن 4 وبي سي. الموتوريزاسيون تاع البيك اب تاعنا تكنولوجي تويوتا، هي حاجه باهيه. عندنا 136 شوفو، يعني 136 زيله، ليكيفالون تاع 9 شوفو فيسكو. الله الله، دونك عندك 136 زيله انت توا باش تسوق. هكاك متفاهمين، عندك فكره على الموتور نتاعك، نجمو نبداو. نبداو معناها بسم الله. أول حاجة أيمن نسألوا عليها ويسألوا عليها الناس كل وتهم معناتها سورتو الكوندكتور وسورتو أنت معناتها مستانس هكا باللي بيك أب وكل، هي البوزيسيون دو كوندويت. معناتها أنتوما مثلا تبداو تخدموا ياسر صباح بكري، تبدا الدنيا تلام ولا تروحوا في الليل مأخر وكل، دونك بوزيسيون دو كوندويت تريز امبورتونت سورتو في الفيزيبيليتي على الكياس وكل شيء. أنا مثلا كوتي باساجير راهي عندي فيزيبيليتي كبيرة بالقدير، راه الكياس من لي كوتي الكل، راه حتى القدام بالقدير، اللي هي حاجة تخيز امبورتانت سورتو مع كياساتنا تبارك الله حفر ودي دودان وكل شيء. دونك حاجة تخيز امبورتانت. انت ما نعرفش كيفاش تراها معناتها البوزيسيون دو كوندويت نتاعك، كيفاش تحسها؟ لا انا بيان سور معناتها ما نبعدش عليك برشا، راه فيزيبيليتي كبيرة بما ان الكهرباء عالية، فهمتني، اوتوماتيكمون بتشوف كل شيء. فهمتني، كل شيء يبدا قدامك واضح، معناتها خاصة في الليل كما قلت انت، معناتها احنا خاطر فلاح معناتها الاكتورية الصباح بكري تخرج اللي هي تبدا الدنيا ظلام وتروح في الليل اللي هي الدنيا ظلام، فهمتني، معناتها الفيزيبيليتي تريز امبورتون، تريز امبورتون، اي مهمة برشا. هي اقوى حاجة فيها الكهرباء هي الكهربائية، معناتها بالذات هي الفيزيبيليتي، قاعد تشوف كل شيء دو تيل فاسون تبعد على ريسك نتاع الحفر نتاع حتى تقص عليك حاجه. خاصه فلاح معناتها شنو ماكش فيه كياس، معناتها الكوريا بيست عربي كيما نقولوا واحد، فهمتني، معناتها تبعد على ليسك مع الكهرباء. في بالك اي من اللي زد اكس جراند تايجر يتباع برشا في دول الخليج كيما دبي قطر والسعوديه، خاطر المواصفات نتاعو تتبع المواصفات الخليجيه وتشبه ياسر المواصفات الخليجيه، وهذه حاجه مهمه برشا و سي ان بوين فور، معناتها الكهرباء نتاعنا تقاوم السخانه، تقاوم معناتها لي كونديسيون كيما راهو مثلا في الخليج برشا سخانه، هوميديتي وكل شيء، دونك وسورتو لي بيست اللي عندهم والصحراء وكل شيء، دونك كهربتنا معناتها تنجم تقاوم الحاجات هذيا الكل، وتتباع زاده في استراليا في امريكا، دونك معناتها سي ان بوان فريمون تري امبورتون. معناتها ملخص الحديث عباره تو نسوق في دبابه بالحق، الطياره ياسر بيك اب عجبتني، خاصة القوة أنا عجبتني القوة نتاع الريبريز اللي في الموتور نتاعها، فهمتني؟ أنا بالعاني راهو جيت بيك هوني في دي فيراج وصعدة على قاعدة صحيحة فوالا، فهمتني؟ خاطر أنا نحب رأي نتاع إكسبير بالحق نتاع بيك اب، خاطر جينيرالمون معناتها الفلاحة وكل هما أكثر عباد يستعملوا لي بيك اب، دونك أنت نتصور راك سقط برشا أنا كي قلت لك عجبتني الريبريز اللي في الموتور
عطا عجبتني، عطيتك رأي أونيت موما. أي من شيخ عاد أنت تو في السوقان متاع زاديكس غران تايغير؟ بيان سور شيخ. هي سان 4 فوا 4 في بالك ولا؟ 4 فوا 4 دوبل بون. دوبل بون. إيه. فيها 3 مود اللي هو المود نورمال. إيه. مود في الخفيف. آه ما داك يتبدل احنا تو في المود نورمال. لا احنا في النورمال. باهي. فهمتني في الخفيف. والمود في الرزي. اش معنى إذا في الخفيف ما داك تبدا كهربا فارغة؟ الخفيف نو مش فارغة، ما كي تبدا مثلا ثنية ما نعرفش أنا بيست فيه مثلا فيه طبعة فيه مشطوحل في الماء فهمتني؟ هذاك تستعمل الخفيف، وعندك الرزين اللي هو كي تروحل في رملة. فهمتك. الرزين. لو تحط هكاك الكهرباء تولي تخرج فاسيلمون. هكاك. فهمتك. اه. والبواد فيتيس نتاعنا عندنا بواد دو فيتيس 5 رابور. معناتها كيفاش لقيتها؟ خديك ياسر. خديك على الاخر فيتيس سوبر معناتها في تبديل. لي رابور. مسرحة كيما نقولوا. مسرحة. مسرحة. فما حاجة مهمة جيسر وظهر لي باش تفرح بها انت هذيا تعجبك الفلاحة الكل نتصور يشيخوا بها والعباد اللي يهمهم معناتها لي بيكاب وكل اللي هي في بالك الكرب هذي جارانتي 3 سنين مع ترانسفيرت حاجة هايلة هكا ولا بيان سور الزد اكس غران تايغير عندنا ان بون رابور كاليتي بري كيفاش الكرب هذي سومها اقل من 70 مليون هي حاجة لوكس معناتها بالحق بيان سور معناتها الأسويم اللي قاعدة دارجة في السوق نتاع لي بيكاب معناتها ب 70 مليون بلاش فلوس بارابور المواصفات نتاعها هي صعبة بلاش فلوس معناتها الفلاح المتوسط وأصحاب المشاريع الصغرى ينجموا معناتها يقدروا باش ياخذوها سي بيان معناتها تشجعهم بيان سور تشجعهم أون بليس كهرباء معناتها بويسونت برشا قوية كونفور معناتها كيما يقولوها من دورها الدور قبل تو ما نكملوا الدوره نتاعنا وانتي شايخ هكا على الكهرباء نمشيو نشوفوا في اللي سيمو تو الجمعه هذه ايش عندنا وشنو حضرنا محمد سيسي اوكي نمشي عسلامة مرحبا بكم في الليسي موتو بتاع اليوم اليوم شا نقدمو لكم لبي ام دبليو اس ميلير 2017 اللي بدلوا فيها برشا بارابول موديل 2014 خدموا برشا على الموتور خدموا على الكادر خدموا الجنابي متاحة اللي هما لي فلون على الايراسيون متاحة الكورير متاحة كيف كيف أخف من قبل ولت فيها لومباتمون متاحة زادة كيف كيف تبدل زادوا فيها لكرابوفيتش ان سيري والشيفتر برو كيف كيف ان سيري خرجوا معنا في الليسين تاع اليوم الحاجة الحلوة ياسر في الليس ميلار الجديدة الكمبورتمون موتور نتاعها طيارة على الاخر ميم اون فيراج توا في الشاسي نتاعها بدلوه والكوارير بدلوه خفوا فيه الموتور ولات ياسر سهلة في الفيراجات شوفوا توا هكا كي نبدا غازك ناخذ دورة كيما هذه ندورها فاسيلمون لي كالبي زادا كيف كيف بدلوهم دونك البوزيسيون نتاع السائق ولات خير وارتح لو شاسي تحسو تخي برفورمون حاجة تعمل كيف عندك المود ديناميك برو احنا نجمو نعملو له البروغراماسيون نتاعو كيما نحبو احنا دونك كارتوغرافي تتبدل كاريمون كي نحطو المود غود هاكا السسبنسيون تولي سوبل وكل وإذا نحكيو على الرين اوتوماتيكمون راهو نسوقو بيه في المطر لاسميدار ولات البوزيسيون دو كونديت نتاعها ولات ارتح من الموديل اللي قبل مام الجيدون نتاعها تحسو عالي وخير يديك مطلوقين معناها البوال كل مش من قدام معناها مش على يديك
زدنا شيفتور برو في الاسمدار الجديده. شيفتور برو شنو هو؟ هو طلع وتهبط الفيتاسات من غير مراياج. دونك في القديمه كان يطلع بركه من غير ما يهبط. توا لينا في الشيفتور الجديد نطلع ونهبطوا من غير ما ننزلوا على المراياج. دونك يربحنا برشا وقت، وقت اللي نبداو في شيخين هكا في الفيراجات والاكسلراسيون تطلع في ساعه. ولابياس اون بلوس عندنا ديكونيكتابل كان نحب نحيوه، تراكشن كنترول زاد كيف كيف، اللي هو في وسط الفيراجات في تكسيداري بقوه، الموتور ما تهربش بيك من تالي كيما في برشا موتورات قديمه. وقت اللي تكسيداري وتجي في دوره برشا ناس يكسيداري تهرب بيه الموتور، دونك تراكشن كنترول يوقف الموتور ما يخليهاش تتحرك كريمون. حاجه اخرى السسبونسيون هي راهي تاخذ بوا نتاعك، كي تطلع على الموتور اوتوماتيكمون سسبونسيون تمشي على البوا نتاعك. دونك تكنولوجيا جديده برشا عملوها في بي ام، حاجه خارقة العاده. عندك ريجيلاتور دو فيتيس على اليسار في لون تراجي نجمو نحطوه، دونك نحطوها في الفيتيس اللي حاجتنا بها ونبداو نمشيو فاسلمون مرتاحين. المود على يدك اليمين، لو بوتون تخي براتيك معناها قريب برشا للكومودو، فاسلمون تبدل المود كيما تحب. حاجة نحب نقولها لكم اللي راهو لاس ميلار 2017 استيتيكمون تغزر لها كيما القديمة، سبتو هي راهي تبدلت على الآخر. يعني فريمون بيان خدمة برشا باش بدلت لاس ميلار 2017. هكا لسي نتاع اليوم وفي كملنا مع البي ام دبليو اس ميلير. دونك جوست نحب نذكركم في حاجه، اللي الحلقه اللي فاتت صار لنا خطا صغير في الياماها والكوا، دونك سي اون كاوازاكي زد 1000. يعطيكم الصحه على حسن المتابعه، شلقنا اللي عندنا برشا متفرجين يتابعوا فينا، وان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه. باي باي. أيمن يعطيك الصحة، عاونتنا برشا في التست درايف اليوم، كان تريز انريشيسون، سورتو لي انت ولد الدومين وفلاح وجربت برشا دي بيكاب الكل، دوك المعلومات نتاعك ما ينجموا يكونوا كان يفيدونا ويفيدوا العباد تفرج فينا الكل. هكا كملنا التست درايف نتاعنا اليوم. قعدت كان انا باش نجرب الكهرباء خاطر ياسر شاهدني من قبيله وانت شيخ عليها، دوك قعدت انا باش تشوفها. باغ كونتخ السلام عليكم الناس كل، ونقول لكم موعدنا لحد الجاي كالعادة مع 8:30 على قناة الحوار التونسي. أغيار فواتور انتيريور بروميير ليش أيمن موتوريزاسيون نتاعهم عنا اون بد حوالي عيني برا كاسك الله. مش نعود كل شيء ده. أبي عايز تدري برسم كتار. تدري؟ هاي شو خاول؟ هاي شو خاول؟ فرجوا معنا في اللي سين تعليق.